شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مهرجان البردة بإمارة أبو ظبي، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية معالي نورة الكعبي، ونخبة من أبرز الشخصيات الثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الفنون الإسلامية والعمارة والتراث. وأكدت معالي الشيخة مي آل خليفة أن الساحة الثقافية الإماراتية تعيش حراكا إيجابيا فاعلا، مشيرة إلى أن المهرجان يعد انعكاسا حقيقيا لتوجه القائمين على قطاع الثقافة في أبوظبي نحو التعريف بهوية الفن الإسلامي الذي يشغل حيزا كبيرا على خارطة العالم. وأشارت معاليها إلى تكريس يوم خاص للاحتفاء بالفن الإسلامي، وأن هذا الحدث يؤكد على أحقية هذه الفنون بالحصول على الاهتمام المناسب من قبل المجتمع الدولي. وتحدثت معالي الشيخة مي خلال الجلسة الافتتاحية عن مستقبل الفن الإسلامي، وناقشت الدور المهم الذي تلعبه الشراكات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم المشاريع الثقافية. مهرجان البردة الذي يسعى لتكرير الفنون الإسلامية عنوانا لحضارة إسلامية رائدة ورائعة، نقدم أيضا من المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية هذه المشاركة ومبادرة إطلاق يوم مع اليونسكو لكي نحتفي العالم أجمع بالفنون الإسلامية التي هي فن الإنسان، فن الحرفي، هي منهجا من الفنون ولا ترتبط بالإنسان قبل أن ترتبط بالديانة، هي حضارة وهي أجمل ما نقدمه لحضارتنا الإسلامية الرائدة.